قتال مأساوي يعني فوق الخمسين شهيد. هذا الطفل ايش دخل هذا الدم اللي فيه؟ 13 نفر كلهم راح. راح البيت وراح كل شيء. غزة اليوم بفضل الله أقوى. بنعالج كمية ناس كتير. غزة كلها ما فيش معدات كافية هنا. المعاناة المستمرة للمستشفيات جراء النقص الحاد. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية، نرصد خلالها عام على الحرب على غزة وأبرز التطورات في لبنان. عام على الطوفان، طوفان الأقصى الذي غير وجهة المنطقة وأعاد خلط الأوراق. تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربة موجعة غير متوقعة حين حلق شبان فلسطينيون مخترقين الحواجز والجدران كاسرين كل القواعد والقيود. 365 يوما تعيش غزة وسكانها بقلوب مثقلة بالآلام والجراح. يمضي عام كامل على المذبحة الكبرى، وما زال أطفال غزة يبادون بدم بارد، وما زالت البقعة الجغرافية الصغيرة تتعرض لكل أنواع القصف والتنكيل، وأبناؤها ينزحون من مكان إلى آخر. فلا سماء تحميهم ولا أرض تؤويهم ولا ملاجئ ترد عنهم هول القذائف والصواريخ. أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية لنرصد لكم أبرز التطورات الإخبارية إلى اليوم. عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت له تداعيات واسعة على كل القطاعات الحيوية. تلفزيون سوريا رصد حال القطاع بعد 12 شهرا من الحرب والمعاناة في واحدة من أكبر مجازر القرن الجاري. لم يكن عاما ورديا على غزة، وإنما كان دمويا بفعل آلة الحرب الإسرائيلية وإبادتها الجماعية ضد شعب أراد الحياة. عام مر من العدوان على غزة، نال من البشر والشجر والحجر، ولم يرحم أيا من القطاعات الحيوية والأساسية كالقطاع الصحي الذي عاث فيه خرابا ودمارا وأخرج معظم مستشفياته عن الخدمة، وما يزال يقطع عنه كل ما ينقذ الحياة. نحن نتحدث عن تحديات كبيرة بالنسبة لوزارة الصحة وطاقم الأطباء وطاقم التمريض، خصوصا بعد تدمير الاحتلال ما يقارب 23 مركزا صحيا وطبيا ومستشفى في قطاع غزة من أصل 38، واعتقال الكثير واستشهاد الكثير من طواقم وزارة الصحة، ومع استمرار إغلاق معبر رفح واستمرار عدم دخول المستلزمات الطبية إلى القطاع، تشهد جميع مستشفيات قطاع غزة نقص شديد في الإمكانات ومستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لعلاج الجرحى والمصابين. في ظل هذه الظروف نجد أن الكثير من المصابين يتعرضون لتسمم ويتعرضون للالتهابات شديدة في جميع أنحاء جسمهم. في غزة لا مهرب من احتمالية الموت، فلم يحظى الفلسطينيون منذ عام بفرصة للنجاة والشعور بالأمان. أكثر من 3000 مجزرة ارتكبت ضد مدنيين في مناطق عدة، ومسحت نحو 900 عائلة من السجل المدني، وما يزال هناك الآلاف من المفقودين لم يبقى لأحبائهم سوى ذكراهم. وهي منال الناجية الوحيدة من 68 نفر، ستها برضو استشهدت، وعمامها وأبوها وخالاتهم كانوا في نازحين. أي طيارة بتمشي بتلاقيها بتيجي بتعبطني وبتخاف، بقولها تاتا
خلص تخافيش بعاد احنا. ويوم ما اعطوها كفاله بتقول لي انا بديش فلوس، انا بدي بس يرجعوا لي ماما وبابا. يعني البنت بتفهم. طب هذه الذنب بس هذه 7 سنين. توغل جبروت الاحتلال في مدن وأراضي القطاع تاركا خلفه بصمته التدميرية، فكانت نصيب بعض المناطق التسمية الأقصى على أصحابها مناطق منكوبة كبيت حانون وغزة وخان يونس. لم يتركها الاحتلال سوى دمار بعد إلقاء نحو 85,000 طن من المتفجرات بحسب الإحصائيات الرسمية، مخلفة وراءها أطنانا من الركام وتحتاج إزالته سنوات. ولم يبقى لأصحابها سوى النهوض من تحت الركام والعيش فوقه. المناطق التي هي منكوبة في قطاع غزة، نحن حسب التصنيف الذي صممناه قبل فترة من الزمن والذي يعتمد على مؤشرات سبل العيش ومؤشرات البنية التحتية والحضرية، فإن منطقتي غزة والشمال هي مناطق منكوبة بشكل كامل لتدمير الاحتلال البنية التحتية وتدمير الاحتلال البنية الحضرية والمساكن، حيث أن المواطنين حتى البيوت التي يحاولون السكن فيها والمدارس هي أصبحت غير مجهزة لعملية السكن، وبالتالي لا يوجد بها مقومات سبل العيش. نحن نتحدث عن محافظة خان يونس، كمدينة خان يونس جزء كبير منها مثلت حوالي 85% منها تدمير في المناطق البنية التحتية، و 90% دمرت في البنية الحضرية. حولت المستشفيات إلى مراكز لإيواء النازحين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال قسراً على النزوح من بيوتهم وأحيائهم السكنية، حتى أضحى 1,000,000 إنسان في عداد المشردين يعيشون فصول المأساة والقهر والظلم التي عادت بهم إلى ما عاشه أجدادهم عام 48، يصارعون في الحياة من أجل البقاء. إحنا يا خالته بنروح بنعبي مي للغسيل، بقينا في الدار أوتوماتيك يا خالته. اليوم شوفوا إيدينا كيف صاروا من كتر الغسيل والفعك والدعك. وإحنا يا خالته الخبز بقى يا حبيبة قلبي نعمله على الطنجرة، نخبز فرن في بيتنا معزين ومكرمين. هلقيت يا خالته مزلة بدنا نخبز كل يوم، ننقل هم الخبز على الفرن بالأجار برا. كثير كثير إحنا بنعانوا، وإحنا حسينا هلقيت بأجدادنا، احنا كمان حسينا في 48 لما هاجروا اجدادنا. ايش اقول لك يا خالتي، والله الحياه صعبه. كانت هذه المنطقه شاهده على حركه نشطه للمزارعين في كل المواسم، قضت عليها الحرب وحرمت السكان من محاصيلها، حتى المصانع اصبحت اثرا بعد عين، سياسه تهدف الى الحاق اضرار بليغه في الاقتصاد الفلسطيني. زادت الأزمات تعقيداً بعد فرض سيطرتها على المعابر، تحديداً معبر رفح وهو المنفس الوحيد للفلسطينيين في غزة، وهو ما يعني حكماً بالإعدام على آلاف المرضى وحرمان سكان القطاع من طوق نجاتهم الوحيد. شروق شاهين، تلفزيون سوريا، قطاع غزة. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عدداً من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه تل أبيب الكبرى، في حين قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات إنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل. ومن جانبها أعلنت كتائب القسام عن قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية من نوع M90 ضمن معركة الاستنزاف المستمرة ورداً على المجازر الإسرائيلية. أظهرت لقطات من كاميرات مراقبة انفجاراً بالقرب من حيفا شمال إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من لبنان، حيث قال حزب الله إنه استهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقرب من حيفا.
وتنضم إلينا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا من غزة. مرحبا بك معنا شروق، لو ترصد لنا أبرز التطورات حتى الآن. نعم ديما، هناك سلسلة من التطورات الميدانية في قطاع غزة. دعيني أبدأ من الردود التي خرجت من الفصائل الفلسطينية العسكرية خلال الساعات القليلة الماضية، ردا على ارتكاب المجازر ضد المدنيين من قبل الجيش الإسرائيلي. كان هناك إعلان قبل قليل من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حول إطلاق رشقة صاروخية اتجاه مستوطنات غلاف غزة بما فيها مستوطنة سديروت وأيضا نير عام، وسبق ذلك أيضا إعلان من كتائب القسام وتبنيها عملية إطلاق رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب وضواحيها، وهي الرشقة الأولى منذ عدة أشهر حيث فقدنا عملية إطلاق الصواريخ، لم نعد نرصد هذه العمليات منذ أشهر. اليوم يتجدد عملية أو تتجدد عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا صواريخ طويلة المدى مثل التي وصلت إلى تل أبيب في ساعات اليوم. ونتيجة لذلك قام الجيش الإسرائيلي قبل قليل بتحذير سكان الجنوب شرق مدينة خان يونس في جنوب القطاع، أمرهم بإخلاء بيوتهم وأحيائهم السكنية والتوجه إلى مناطق أو المنطقة الإنسانية المستحدثة. ليست هذه الأوامر الوحيدة التي أطلقت من قبل الجيش الإسرائيلي، كان هناك أيضا أوامر إخلاء في مناطق شمال القطاع، بيت لاهيا، بيت حنون، مخيم جبال، تحديدا مخيم جباليا يتعرض لعملية عسكرية برية. قوات الاحتلال أو الجيش الإسرائيلي أمر سكان هذه المناطق بالنزوح إلى مناطق جنوب وادي غزة وليس إلى مدينة غزة، حيث حتى هذه اللحظات لم نرصد عملية نزوح جديدة للأهالي والعائلات. العائلات في مناطق شمال قطاع غزة تتحمل القصف، تتحمل الجوع والعطش، تتنقل من مكان إلى آخر حتى لأنها لا تريد التوجه إلى مناطق جنوب وادي غزة. وأيضا نجاح عملية الإخلاءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، تريد البقاء في بيوتها تحت القصف وتحت الجوع وأيضا العطش. هذه المناطق مخيم جباليا تعرض لسلسلة من الغارات على مدار الأيام الماضية، حتى هناك قنابل دخانية أطلقت من قبل الجيش الإسرائيلي قبل قليل أمام بوابة مستشفى كمال عدوان، وهو المستشفى الذي يعمل في مناطق شمال قطاع غزة، وسبق أن خرج عن الخدمة بفعل الاقتحامات الإسرائيلية وعملية الاستهدافات الإسرائيلية التي كانت في محيط هذا المستشفى. لم يخرج عن الخدمة خلال هذه العملية الحالية والمستمرة. وهناك أيضا تأكيد من قبل طواقم الصحة الفلسطينية سواء في مستشفى الأندونيسي وحتى في مستشفى كمال عدوان وأيضا المستشفى الثالث الذي يعمل في شمال قطاع غزة مستشفى العودة، هناك تأكيد باستمرار العمل داخل هذا. حتى مدينة غزة تعرضت لقصف إسرائيلي ديما، تحديدا حي الزيتون كان هناك إطلاق لقنابل من المدفعية الإسرائيلية والتي أدت إلى إحراق أو إشعال النيران في عدد من المنازل تحديدا في الجهة الجنوبية لحي الزيتون. وأيضا كان هناك استهداف لمنزل في الساعات الأخيرة يعود لعائلة الدحدوح، ونقل من هذا المنزل على الأقل شهيد مع عدد من الجرحى. إذا نتحدث عن عام كامل من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من العدوان على القطاع مع استمرار ارتكاب المجازر، استمرار عمليات الإخلاءات القصرية والإجبارية ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة. أريد أن أشير إلى مخيم جباليا،
تتوغى القوات الاحتلال ديما في هذا المخيم في محورين. المحور الأول توغلت من شرق جباليا حتى وصلت منطقة القصاصيب، والمحور الآخر وهو شمال غرب مخيم جباليا حتى وصلت إلى منطقة لتوام ومن ثم إلى دوار أبو شارخ. هذه المناطق تقوم قوات الاحتلال بالسيطرة عليها بريا، وأيضا السيطرة النارية عليها، تقوم بإطلاق النيران على الفلسطينيين الذين يحاولون الخروج من بيوتهم والتنقل في الشوارع والطرقات. لذلك هناك أعداد من العائلات ما تزال في بيوتها وأيضا محاصرة وتطالب وتناشد بضرورة إخراجها من قبل الجهات المعنية والمختصة إلى مناطق مدينة غزة. حتى الآن هناك رفض من العائلات بالنزوح إلى مناطق جنوب وادي غزة، ويتحملون كل أعباء هذه القرارات الصعبة بالنسبة إليهم. شكرا، شكرا جزيلا شروق شاهين مراسل تلفزيون سوريا، تنضم إلينا الآن من القدس المحتلة ريم العمري مراسل تلفزيون سوريا أيضا. مرحبا ريم، أبرز التصريحات الرسمية حتى الآن، دعينا في التفاصيل. ديما، في أبرز التصريحات بنيامين نتنياهو دعا الوزراء إلى جلسة عاجلة، إلى جلسة مشاورات، كما أنه طلب تغيير اسم الحرب الحالية إلى حرب القيامة. وهذا الاسم له دلالات كثيرة في هذا اليوم تحديدا، حيث هو اليوم الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر، وهناك العديد من الأحداث رغم الاحتياطات الأمنية ورغم رفع حالة التأهب ورغم كل هذا الاستنفار، إلى أنه في القدس مثلا وتحديدا في مخيم قلنديا شمال القدس قام الاحتلال منذ فجر اليوم بإغلاق حاجز قلنديا العسكري، وهو الحاجز الذي يعني يفتح الطريق بين رام الله وبين القدس، واندلعت مواجهات مع المواطنين في قلنديا، وأدت إلى قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي الذي بدوره أدت إلى قتل طفل فلسطيني عمره 14 عاما، وتجري التحضيرات الآن لتشييعه. كما اقتحمت نفس المخيم مخيم قلنديا واندلعت مواجهات وأصيب 4 مواطنين خلال هذه المواجهات. في أيضا الأخبار المتعلقة بالجبهة الشمالية ديما وآخر التطورات فيها، جيش الاحتلال يطالب سكان قرى جديدة جنوب لبنان بالإخلاء الفوري، حيث طالب سكان قرى جديدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم وتوجه فورا إلى شمال نهر الليطاني. ووجه أيضا جيش الاحتلال إنذارا إلى سكان عدد من القرى على غرار القرى التي كان طبعا يبعث لها إنذارات بالإخلاء. نتحدث هنا عن أكثر من 70 قرية حتى اللحظة، الاحتلال منذ بدء هذا الاجتياح البري في جنوب لبنان طالبهم بالإخلاء. أيضا فيما يتعلق ميدانيا بالمستجدات على أرض الواقع، أعلن الاحتلال مقتل جنديين هذا اليوم خلال المواجهات في الجبهة الشمالية، كما أنه تم قصف مستوطن الكرم إيل وشمال مدينة حيفا بصلية من الصواريخ، كما تم الإعلان عنه من قبل حزب الله. ودوت صافرات الإنذار أيضا في هذه المناطق في إصبع الجليل وفي شمال مدينة حيفا وفي طبرية وفي عدة مناطق في الشمال. طيب ريم، أيضا فيما يتعلق بقصف كتائب القسام على مناطق متفرقة في تل أبيب، هل من تفاصيل حول ذلك؟ صحيح، اليوم أيضا رغم كل ما كانت تخشاه إسرائيل من أن يتم قصف صاروخي من غزة تحديدا لمناطق في الداخل، بالفعل تم هذا القصف بأربعة صواريخ لتل أبيب. هذا القصف تم رصده من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصدرت الكتائب عز الدين القسام بيان مقتضب أعلنت فيه مسؤوليتها عن قصف تل أبيب بالذكرى الأولى كما قالت للسابع من أكتوبر. وببيانها أيضا قالت أن هذا القصف طال تل أبيب ومحيطها
وقالت في بلاغ مقتضب لوسائل الإعلام أنها تقصف عمق الاحتلال برشقة صاروخية من نوع مقادمة M90 ضمن معركة ما أسمته الاستنزاف المستمرة، ورداً أيضاً على المجازر الإسرائيلية كما قالت بحق المدنيين والتهجير المتعمد للفلسطينيين. وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بأن رشقات صاروخية أطلقت من قطاع غزة بالفعل نحو تل أبيب وريشون لتسيون ومنطقة حولون وإسدود، بينما أشارت القناة 12 العبرية إلى سقوط صاروخ بشكل مباشر في حولون قرب تل أبيب، ويبدو أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية لم تستطع أن تعترض هذا الصاروخ. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد صرح صباح اليوم بأن القوات الإسرائيلية أحبطت تهديدا فوريا من خلال قصف منصات إطلاق صواريخ كانت جاهزة في غزة، ما أثار ردود فعل في الإعلام الإسرائيلي للجيش الإسرائيلي، بما أنكم قلتم أنكم قصفتم منصات إطلاق الصواريخ فكيف تنطلق صواريخ طويلة المدى من قطاع غزة إلى تل أبيب؟ وهذا ما أثار جدل كبير في الصحف العبرية وفي المواقع العبرية أيضا. في مجمل الأحداث إذن في هذا اليوم، هناك قصف من جنوب لبنان، هناك قصف أيضا من قطاع غزة، وهناك مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة. شكرا جزيلا ريم العمري مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القدس المحتلة. قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل في مقابلة مع وكالة رويترز إن عمليات الطوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول عام 2023 هي رد فعل طبيعي للفلسطينيين الذين وصلوا إلى حالة الانفجار. فعل طبيعي في ظل كل هذه المعطيات والأبعاد، وبعد أن وصل الشعب الفلسطيني إلى يعني حافة الانفجار. ف 7 اكتوبر لم يبدأ التاريخ من 7 اكتوبر، انما كان محطة الظرف وحالة الغليان اجبرت شعبنا ان يتحرك باتجاه الطوفان. نعم اليوم كما تفضلت الخسائر كبيرة، الشهداء والجرحى والنازحين في غزة، القتل اليومي في الضفة الغربية، القتل اليوم في لبنان والمجازر، وإسرائيل تضرب في كل مكان. هذا الطوفان 7 أكتوبر كشف عن الوجه القبيح الأكثر قبحا للكيان الصهيوني، ولكن 7 أكتوبر أعادت الجميع إلى حقيقة الصراع، أن أساس المشكلة هو الاحتلال، وأن إسرائيل عدوة وجسم غريب في المنطقة ولا بد أن تخرج من المنطقة. كما شدد مشعل على أن ما حققه رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا ما هو إلا حالة مؤقتة، مؤكدا في الوقت ذاته أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها خلال الحرب. المشهد الأخير الذي بدأ فيه إنجازات حققها نتنياهو والجيش الاحتلالي الإسرائيلي، هذا ليس نهاية المطاف، هذه ليست الصورة الختامية. الحرب كر وفر، ويوم لك ويوم عليك، ولكن المآلات بالتأكيد لن تكون لصالح إسرائيل. إسرائيل لديها التفوق العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي، تملك تقنية الذكاء الاصطناعي والمصادر المعلومات الدقيقة بدعم أمريكا، لا شك هي متفوقة في ذلك، لكن والتالي استطاعت أن تحقق اغتيالات وجملة إنجازات ربما رممت صورة الردع لدى إسرائيل التي فشلت وتدمرت في غزة، ولم يستطع نتنياهو أن يستعيد صورة الردع عبر عامل كامل مع غزة وحدها. لكن هل هذه الصورة في الأسابيع الماضية تكفي لصناعة الصورة الختامية؟ لا، الصورة الختامية قطعا بإذن الله ستكون لصالح فلسطين ولبنان والمقاومة، ولن تكون لصالح إسرائيل، وإسرائيل ستخسر. نستعرض في المادة الآتية أبرز الخسائر التي تعرضت لها إسرائيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول الماضي، ونشاهد هذه اللقطات. We'll be right back.
وينضم إلينا في الاستديو المحلل العسكري والاستراتيجي دكتور عبد الله الأسعد. مرحبا بك معنا دكتور عبد الله. إذا يعني نحن الآن في ذكرى مرور عام على عملية طوفان الأقصى، إذا أردنا يعني ربما تقييم كيف مرت هذه السنة، تقييم السنة كيف مضت لما حدث طيلة هذه السنة، كيف تقيم المشهد اليوم؟ نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع بدأ 7 أكتوبر بخرق أمن واسع في إسرائيل، وذهلت إسرائيل للتحصين الكبير الذي تمتاز به، وتسمى مستعمرات إسرائيل مستعمرات السور والبرج. هذه المستعمرات هي محصنة تحصين ومسيجة سياج قوي جدا، وحتى مسيجة في سياجات إنذارية إلكترونية. يعني إلكترونيا تقوم هذه المستعمرات بسياجها الأمني بالإنذار عند وجود أي خرق، لو كان هذا الخرق إنسان أو حيوان أو أي حيوان صغير، تستطيع أن تنذر القوى يعني إلكترونيا بالرمي على هذا الكائن الذي تم خرقه. والبرج طبعا الحراسة مستمرة على مدى 24 ساعة، إضافة إلى ذلك المستوطنات الإسرائيلية هي عبارة عن مستوطنات يعني عسكرية. كل هذه المستوطنات طبعا يعني يكون فيها انذار سريع جدا. فكيف إذا بدأت كتائب المقاومة حماس ودخلت واخترقت الجدار الكبير، الجدار الفاصل، وعملت إنزالات ووصلت واستولت على دبابات واستولت على عناصر ودخلت إلى أماكن وأخذت رهائن؟ طبعا يعني بعد هذا اليوم، طبعا ما جرى في إسرائيل من الرفع الجهوزية الكاملة لكل وحدات الإسرائيليين وفرق وألوية من أجل إعادة الرهائن إلى بيوتهم. طبعا كل هذه الحشود التي قاموا بها وكل الجرائم وقصف المستشفيات والمدارس ومراكز إيواء اللاجئين، طبعا من أجل إعادة هؤلاء لكسر إرادة المقاتلين، لكنها لم تستطع. طيب، وبالتالي يعني ما حققته كتائب القسام حتى الآن كيف انعكس على إسرائيل أيضا؟ نعم، طبعا هي في الواقع قتال الفصائل الفلسطينية ضمن هذا الدفاع، دفاع الأنفاق والمسافة الصفرية، طبعا هذا يعني أذهل إسرائيل، بالواقع انعكس سلبا على إسرائيل. يعني كل ما جنته إسرائيل من عام 1948 حتى هذه اللحظة طبعا تم نسفه من خلال هذه الأعمال القتالية. إسرائيل مجتمع يعني أو تجمع من دول مختلفة من العالم. ما جرى الآن يعني سحب الثقة من القيادة الإسرائيلية بأن إسرائيل غير قادرة على حماية مواطنيها، وأصبحت هناك هجرة عكسية من إسرائيل باتجاه دول أوروبا، باتجاه أمريكا، باتجاه ألمانيا، باتجاه الدول التي جاءوا منها الإسرائيليين في بداية هجرتهم إلى فلسطين. هذا على المستوى الاجتماعي أصبح هناك تفك كبير جدا في النسيج الاجتماعي داخل إسرائيل. أيضا الصعيد الأمني لم يكن هناك أمن، لم تعد هناك. اقتصاديا خسرت إسرائيل كثيرا بمليارات الدولارات بالإنتاج، بإنتاج الاقتصادي والتعليمي وغير ذلك، أصبح المواطنين دائما في الملاجئ. الاحتياط، إسرائيل تعتمد على الاحتياط، يعني هي لديها ألوية عاملة فعليا موجودة على الجبهات، وخاصة على يعني جبهة الجولان في السابق، والآن أصبحت جبهة الشمالية بعد طبعا أن توزعت القوات. هي تعتمد على الاحتياط، عندما تم سحب الاحتياط إذا أفرغت المؤسسات الاقتصادية، أفرغت المنشآت التعليمية، أفرغت، إذا تحول المجتمع إلى مجتمع ليس معسكر يعني متعسكر كما كان في السابق، أصبح المجتمع كله حربي الآن، وقضي على كل مجالات الحياة في إسرائيل. عسكريا طبعا حشدت إسرائيل فرق كبيرة جدا باتجاه غزة وباتجاه القطاع وباتجاه المخيمات وباتجاه جباليا وباتجاه جنين وباتجاه الشجاعية وكل هذه المناطق، من أجل يعني كسر إرادة هؤلاء المقاتلين الذين هم في الأنفاق. لكن استطاع المقاتلين أن يكسروا إرادة الأسطورة، أسطورة الجيش الذي لا يقهر. يعني نلاحظ اليوم مثلا بعد أن يعني اعتبر أن قطاع غزة بالكامل أصبح يعني بحالة المنتهي، ولم يعد قادر على إطلاق صواريخ ولم يعد على القتال، لاحظنا حتى هذه اللحظة
اطلاق صواريخ. صحيح، ولذلك اود يعني اتطرق الى عسكريا بالنسبه للامكانيات او القدره لدى حماس ولدى اسرائيل على الاستمرار في هذه الحرب، يعني خاصه بعد مرور هذا العام على عمليه طوفان اقصى. نعم، اسرائيل تناور بالقوات العسكريه الموجوده، حشدت في البدايه حوالي 12 فرقه من اجل الدخول الى غزه وخان يونس وشمال غزه وغلاف غزه وكل هذه المنطقه، طبعا يعني حشدت لها القوات. نسبه التدمير، طبعا قبل ان ندخل بنسبه التدمير، لو جئنا الى حساب نسبه القوى الوسط، يعني اسرائيل لديها دبابات مركافة، لديها المقاتلات الحربية، المقاتل القاذفة المتطورة القادرة على تدقيق الأهداف، طيران الاستطلاع، كل هذه الأنواع من الطائرات لم تستطيع أن تجد منافذ الأنفاق. يعني حتى الآن طبعا شهد مثلا بأن إسرائيل قالت أنه دمرنا أنفاق وفجرنا وغير ذلك، بعد 24 ساعة من التصريح يكون هناك رشقات باتجاه تل أبيب، باتجاه الأراضي الإسرائيلية. هذا ما شاهدناه اليوم، يعني كتائب القسام تقصف لتل أبيب. على كل حال سنتوسع أكثر، ولكن دعنا نذهب إلى آخر التطورات في لبنان، وسأعود إليك دكتور عبد الله الأسعد. إذن مشاهدينا ننتقل الآن إلى أبرز تطورات التصعيد في لبنان. In the heart of the Dakhin Beirut, we will take whatever action is necessary to restore security. هو العطش الإسرائيلي للدم والاحتلال الجديد بصورته الجديدة. كل العالم تهجرت وكل الدين ساكت. يبحث العالم عن أخبار الحرب البرية. حزب الله يعلن سنواجه أي احتمال. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لنظيره اللبناني نجيب ميقاتي بلقاء في بيروت وقوف الأردن المطلق مع لبنان ورفض الحرب الإسرائيلية عليه. وقال الصفدي إن عمان تدعم كل الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وعلى المجتمع الدولي دعم ذلك في لبنان وغزة. وأضاف الصفدي أن الأردن على استعداد لتقديم كل المساعدات الممكنة للبنان في مواجهة تبعات الحرب. تنضم إلينا من عمان مراسل تلفزيون سوريا بديعة الصوان. مرحبا بك معنا بديعة، إذا ضعينا في أبرز الجهود الدبلوماسية الأردنية في لبنان. نعم بالفعل، كان قد وصل اليوم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى لبنان، يعني على متن طائرة عسكرية كانت محملة بالمساعدات الإنسانية العاجلة للبنان جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ على لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية. على هامش هذه اللقاء كان قد التقى وزير الخارجية مع رئيس حكومة تصفية الأعمال نجيب ميقاتي، وكذلك الأمر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وأيضا القائد الجيش اللبناني جوزيف عون. هذه اللقاءات جميعها في الحقيقة أكد من خلالها على موقف الأردن الثابت والتاريخي الذي يتحدث عن وقف الأردن مع لبنان حكومة وشعبا يعني ضد العدوان الإسرائيلي. كان قد تحدث الصفدي أيضا بأن الأردن مستعد لتقديم المساعدات، وبحث بالفعل هذا الملف مع القادة اللبنانيين، بأن الأردن مستعد لتقديم المساعدات الإنسانية جراء العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له لبنان خلال الأيام الماضية أو الأشهر الماضية. نستطيع أن نقول بأن هذا اللقاء كان رسالة من الأردن إلى لبنان، يؤكد فيه على أن الأردن يرفض العدوان الإسرائيلي ويرفض أيضا استباحة سيادة لبنان. كان هنالك مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية مع رئيس الحكومة اللبنانية تحدث فيه، قال بأن طيب بديعة سأعود إليك على ما يبدو هنالك أنباء عاجلة ترد الآن، صور مباشرة على شاشة تلفزيون سوريا ترصد لنا الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت. إذن مشاهدينا هذه الصور ترد الآن مباشرة لترصد لنا الغارات الإسرائيلية الآن على الضاحية الجنوبية. ينضم إلينا الآن أحمد القصير مراسل تلفزيون سوريا، مرحبا بك معنا أحمد. لو ترصد لنا ما الصورة لديك حتى الآن؟
طبعا الغارات الإسرائيلية لم تقف منذ ساعات الصباح الباكر وتحديدا على مناطق الجنوب اللبناني، وكان هناك أيضا مجزرة حصلت لرجال إطفاء في الجنوب اللبناني في طريق درعا شهيد، حيث سقط ضحايا عشر رجال من الدفاع المدني كانوا يقومون بواجبهم في تلك المنطقة. أيضا منذ لحظات كان هناك غارة على منطقة البراجنة التي إلى جانب المطار التي أدت إلى هذا الانفجار الظاهر على الشاشة. أيضا كان هناك عدة غارات وقصف مدفعي على عدة مناطق وبلدات جنوبية، كان قد كثف الاحتلال هذه الغارات بشكل كبير منذ ساعات الصباح الباكر وحتى اللحظة. أيضا كان هناك إحصائية من قبل وزارة الصحة العامة التي قالت أن وصل عدد الضحايا إلى ما يقارب 2,383 ضحية مقابل ما يقارب 10,000 مصاب حتى اللحظة. طبعا هذه الإحصائية تدل على كم القصف الذي يستهدفه. طيب بحسب يعني الغارات المتتالية الإسرائيلية والقصف على المنطقة، يعني أنت تكون معنا عادة من البقاع اليوم في بعض الأوقات من الضاحية الجنوبية، بالتحديد أين موقعك اليوم أحمد؟ نحن هنا في مكان يطل على البقاع الغربي الذي يعتبر اليوم أهدأ قليلا من البارحة، فطبعا الغارات تتكثف على هذه النقطة أحيانا بعد الظهر عادة، إضافة إلى أن الغارات الليلية تكون هي موجهة أحيانا على الضاحية الجنوبية، لكن اليوم تكثيف الغارات وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي العملية المركزة المحدودة جنوب لبنان صباحا كثفت الغارات بشكل كبير على القرى الجنوبية دون استثناء، إضافة إلى أنه أيضا كان هناك تحذير من الجيش الإسرائيلي لكل بلدات الجنوب اللبناني بالانتباه والابتعاد عن أماكن سكنهم وعدم العودة إليها إلى حين إصدار قرار جديد من قبل الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى أنه كان هناك غارات ليلية تابعت على منطقة الضاحية البارحة، وكان الأول البارحة هو الأعنف على هذه المنطقة. أما هنا البارحة كان هناك استهداف ما يقارب في القطاع الغربي والشمالي أكثر من 20 نقطة كانت قد استهدفت بغارات جوية، إضافة إلى غارات مسيرة. أما الآن اليوم يعني التكثيف هذا القصف كله تحدد في جنوب لبنان منذ قرابة ساعة الظهر تقريبا وحتى اللحظة، إضافة إلى أن حزب الله كان قد أصدر 8 بيانات حتى اللحظة عن استهدافات قام بها في جنوب لبنان، منها تجمع لجنود إسرائيليين ومنها تجمع لجنود في حديقة مارون الراس وأيضا محاولة صد تقدم ومستعمرات أيضا. نعم أحمد، أيضا هنالك كان حديث من قبل الجيش الإسرائيلي يطالب سكان أكثر من 25 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا، كيف تبدو اليوم في ظل هذه الغارات المتتالية والكثيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على حركة النزوح؟ كنت قد تحدث لك أنه بعد هذا الإعلان كثفت الغارات الجوية باتجاه الجنوب اللبناني، فهناك أكثر من 25 بلدة تعرضت للقصف المدفعي والطيران الحربي والمسير في جنوب لبنان. يعني تكثيف الغارات منذ ساعات الظهيرة وحتى الساعة ارتفع بشكل كبير هذا القصف، وتحديدا أنه كان يستهدف عدة بلدات لم يستصل أي بلدة في الجنوب اللبناني، ابتداء من الغازية وصولا إلى القطاع الشرقي والغربي والأوسط. نعم أحمد شكرا لك، سنعاود إذا كان هنالك أي تطورات أيضا أعود إليك. أعود إليك الآن بديعة فيما يتعلق بالجهود الأردنية الحثيثة لمسألة التهدئة في لبنان، ولكن على ما يبدو هل هي مجدية هذه الجهود في ظل الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان؟ نعم بالفعل الأردن كان يعني وزير الخارجية عفوا كان قد جار يعني يحث على وقف إطلاق النار وأيضا حث على أن لابد من تشكيل إعادة تشكيل المؤسسات اللبنانية بدءا بانتخاب رئيس لبناني، وأيضا أكد على ضرورة وقف النزاع وتطبيق القرار 1701 وهو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يتحدث عن وقف النزاع في بين إسرائيل ولبنان. ولكن الصفدي تحدث في الحقيقة قال بأن المجتمع الدولي فشل في تحقيق الأمن والسلم الدوليين في المنطقة وفشل في تطبيق القانون الدولي، وأن إسرائيل وتعنتها هذا سيجر
المنطقة إلى حرب إقليمية سنشهد تبعاتها وارتداداتها لسنوات طويلة، بالرغم من أن يعني منذ 7 أكتوبر نتحدث اليوم عن مرور عام كامل من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، تمكن الأردن من حشد موقف دولي لوقف يعني حشد موقف دولي يتضامن مع القضية الفلسطينية ويندد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وهو يقوم بذات الشيء فيما يتعلق بلبنان. ولكن نحن نتحدث بأن إسرائيل دولة مدعومة من أكبر الدول، نتحدث عن الجانب الأمريكي، واليوم هذا لا يمكن أن يكون إلا بقرار أممي يتحدث عن وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، وهذا بالفعل ما كان قد تحدث به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نعم. وشدد الأردن واتفق الأردن مع هذا. شكرا. القرار، ولكن هل سيكون هنالك تطبيق؟ هنا يكون السؤال. شكرا جزيلا بديع صوان مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من عمان. أعود إليك دكتور عبد الله. إذن يعني الغارات الإسرائيلية لم تقف على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، يبدو يعني عسكريا هذه التكتيكات العسكرية كيف تقرأ على عدة محاور القصف الإسرائيلي؟ بالتأكيد نحن لدينا عنوانين، عنوان في الداخل هو عنوان القصف، وعنوان الجبهات الذي هو الاستدراج عناصر العدو إلى منطقة القتل. لنأتي إلى موضوع القصف. القصف ما هو هدف القصف؟ هو القضاء على منظومات القيادة والسيطرة. منظومات القيادة والسيطرة هم القادة الاستراتيجيين الموجودين في الضاحية، في مقرات العمليات، في المناطق التي تحوي على ملاجئ أو فيها أيضا مقرات الاتصالات مع القوات المتواجدة في الأنساق الأمامية والموجودة في ميدان المعركة. أيضا يهدف القضاء على منظومات القيادة والسيطرة. أيضا القصف ليس مركز في منطقة واحدة. نعم. بالمريجة، ببرج البراجنة، بمناطق من الضاحية، كل هذه المناطق أيضا استهدفت القطاعات الطبية، يعني هنالك حديث عن خروج مستشفيات أيضا. نعم. عن خدمة تماما. بالتأكيد خروج السنتر تيريز توقع أحد المشافي، ومشفى آخر هؤلاء خرجوا خارج المنطقة، خرجوا خارج التغطية أو نعم. لم يعودوا فعالين بذلك. الغايم أيضا من قصف هذه المنظومة، منظومة القيادة والسيطرة، هو تفريغ المنطقة بالكامل، يعني تهجير السكان من أمكنتهم وإعطاء إنذارات لهؤلاء الناس. والمنطقة التي يتم قصفها هي مناطق يعني ليس هذه المنطقة الغنية أو هذه المنطقة البناء المنظم وغير ذلك، هذه البيوت يعني نتيجة هذا القصف كلها أصبحت آيلة للسقوط وللإزالة بالكامل، إضافة إلى نزوح أهاليها منها. تلاحظين في القصف مثلا يكون القصف من العمق باتجاه الجبهة، وإنذار أهالي المنطقة الذين يتواجدون خلف خطوط الاشتباك حتى شمال الليطاني، يعني ينذرون الناس لكي يخلوا بيوتهم من أجل تدميرها. يعني قرية تسمى سحمر في المنطقة، سحمر أزيلت عن الأرض بالكامل، سحقت، ما لم يبقى فيها بيت قائم نهائيا. هذه القصف أو هذا القصف المستمر طبعا الغاية منه أيضا تدمير كل ما هو وسائط اتصال سلكية، كل ما هو مقرات سيطرة، كل ما هو استدراج أسلحة وشحنات من المحيط باتجاه الداخل، هذا على مستوى المنطقة أو القصف في العمق. إذا ما جئنا إلى القصف في الجبهة، طبعا القصف في الجبهة إذا انتهينا من موضوع قصف منظومات القيادة والسيطرة، جئنا إلى ما بين هؤلاء، بين الجبهة وبين المنظومات. طبعا هنا أيضا يتم قصف عنيف جدا، هذا القصف غايته عدم مؤازرة القوات المتواجدة في الداخل إلى القوات المتواجدة في الجبهة. الجبهة ما هو عنوانها؟ عنوان الجبهة الآن هو استدراج الإسرائيلي إلى مناطق القتل، يعني عناصر حزب الله الموجودين في نقاط الاستناد الدفاعية، هؤلاء يعني معظم الأحيان يسمحوا للإسرائيلي بالدخول إلى أين؟ إلى منطقة تسمى منطقة القتل. هذه المنطقة هي منطقة بين قطاعات الدفاع من أجل وصولهم إلى منطقة القتل والإطباق عليهم طبعا، وهم يتقدمون بشكل دائم، لأن الإسرائيلي أيضا غير من استراتيجيته، لم تعد الاستطلاع بالقوة، أصبحت الاستطلاع بالنار، يعني الاقتحام مع توجيه النيران. لذلك المدافع، قوة المدافع تأتي في امتصاص صدمة المهاجم.
لأنه إذا كان اشتباك دائم اشتباك دائم مع رمي دعم ورمي تأمين ناري يصبح المدافع عرضة أكثر للتقهقر وانهيار الخلف. فهنا يعني هاتين المسألتين هما مسألتين اليوم هامتين في الجبهة وفي الداخل. إضافة إلى ذلك في يوم أمس قلنا أنه دخلت طبعا من منطقة كفركلا ومنطقة بليدة دخلت قوات إسرائيلية سمحوا لها بالدخول من أجل إقامة في منطقة تسمى خلة شعيب. هذه المنطقة يحاول الإسرائيلي احتلالها وإقامة نقطة استناد محصنة ومجهزة مباشرة. يعني لواء جولاني الذي يقاتل الآن فيه وحدات هندسة، عند احتلال هذه النقطة يقيم مباشرة بكتل إسمنتية وحواجز هندسية حول النقطة، لكن في ظل الاشتباك المستمر لا يستطيع أن يقيم مثل النقطة، تراه يحتلها ومن ثم بسبب المنطقة وعورتها. ولكن هنالك من يقول أن جغرافية المنطقة ربما تجعل من الصعب الاجتياح البري الإسرائيلي القيام به، معقدة الأمور نوعا ما، هل تتفق مع ذلك؟ أتفق مع ذلك ايضا، ليس فقط من عورة المنطقه، من اجل توزع الوحدات. يعني اذا جئنا الى الفرقه 210 موجوده في الجولان، الفرقه 261 عطفا على ما بدانا به عن عندما تكلمنا عن رفح وغزه، اسرائيل سحبت فرقتين، الفرقه 261 سحبتها من رفح وابقت على لوائين من اجل حمايه محور في لادليفيا اللي هو لواء جعفاتي ولواء ناحات، تركتهم هناك. أيضا هي مشتتة يعني، والفرقة 51 احتياط تركتها أيضا من أجل إحاطة بجباليا، من أجل تطويق جباليا. إذا القوات الموجودة باتجاه الشمال، الفرقة 98 والفرقة 91 والفرقة 36 ومع تعزيزاتها، هي غير قادرة على الاجتياح البري. إضافة إلى ما تفضلت به، مغورة المنطقة، طبوغرافية المنطقة، هي أيضا قواتها ليس قادرة. إذا هي الآن يعني تتقدم ببطء شديد جدا. طيب، هذا فيما يتعلق بإسرائيل وعملية اجتياحه البري. ماذا عن حزب الله؟ إلى أي مدى لدى الحزب حتى الآن القدرة ربما على الدفاع في ظل يعني إضعافه بالفترة الأخيرة؟ نعم، لا شك بأن المدافع يتعرض لضربات. في البداية قلنا من عناصر قوة الدفاع هي الصمود، في البداية الصمود ومن ثم الفعالية. طبعا الصمود يتجلى في امتصاص قوة الضربة، الضربة المدفعية، الضربة الصاروخية، الضربة النارية الجوية، امتصاص هذه والبقاء بحالة جاهزية قتالية وبحالة قدرة قتالية كاملة. لأن نسبة القوات طبعا في يعني ربما تكون 70% مثلا قدرة هذه القوات أو جاهزيتها. عندما تحتفظ من 70% ب 65% إذا هي صامدة، إذا هي بقيت في مواقعها الدفاعية. وهنا الأمر خطير جدا. لماذا؟ لأن منطقة يارون ومارونس هي يعني منازل هذه القرى على خط الاشتباك بالتحديد، يعني من أجل لأنه متى ما دخل الإسرائيلي واحتل أحد هذه المنازل ووضع منها عبارة عن منطقة دفاعية أو نقطة استناد، ركيزة دفاعية، يعني يصبح هناك بعض التخلخل في نسق الدفاع. الفعالية الشيء الثاني، العنصر الآخر للدفاع هو الفعالية. طالما محتفظ بالفعالية إذا هو قادر على تنفيذ الرميات. إلى مدى هو قادر على البقاء في الدفاع؟ على مدى قدرة بالإمداد والإمداد بالقوة البشرية واستعواض النواقص التي تجري كل يوم، والإمداد بالذخيرة والقدرة على الاحتفاظ بالاشتباك على خط التماس. يعني حتى الآن خط التماس هذا هي قوة لدى دفاع حزب الله، بأنه لا زال محتفظ بقواعد الاشتباك على خط الأزرق، على خط التماس. الإسرائيلي هو الآن يحس بأنه لديه نقص في القوات. يعني كان بإمكانه يدخل مثلا من الرميش، من ديرمي ماس، يدخل إلى باتجاه العمق، لكن هو لا يريد أن تبقى خلفيته يعني مكشوفة. لماذا؟ لأنه هو يريد فقط الصعود باتجاه الأعلى. إلى أين؟ إلى جبل عويضة، إلى كفركلا، إلى العديسة، إلى مارون الراس، إلى يارون. هذه المناطق 700 متر، 750 متر، 900 متر، جبل عويضة 900 متر. هذه المناطق هو يريد أن يحتل هذه المناطق العالية من أجل أن يسقط كل ما تحتها ناريا، وحتى يسقط الحد الأمامي للدفاع ويسيطر على المنطقة ويسقط النسق الثاني أو القطيع، النسق الثاني للقطيع الدفاعي في الخلف، ويحمي ماذا؟ ويحمي مستعمرة مطلة وكريات شمونة والمستعمرات المنتشرة على الحد الأمامي للجبهة. لأن تداخل، يعني بنشوف تداخل كفركلة
تداخلها مع المطلة، يعني كأنه هو إصبع، يسمى إصبع الجليل. يسمى إصبع الجليل هذا في الجليل طبعا، ومتداخل باتجاه لبنان. طيب، كان هنالك أيضا قبل قليل تصريحات لنتنياهو تحدث عن أن الحرب ستبقى مستمرة عند تحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها من قبلهم. برأيك يعني هل يمكن، هل هنالك احتمالية أن تتحول ربما هذه الحرب إلى حرب شاملة في المنطقة ككل؟ لأنه يعني كما نشاهد حتى الآن الغارات الإسرائيلية على عدة محاور مشتعلة. نعم، هو الإسرائيلي الآن يعتبر نفسه بأنه مستلم زمام المبادرة أو زمام الهجوم في المنطقة طبعا، يعني ويستمر في العمل. يعني الآن أول فقرة غزة، الآن غزة لم يحقق أي شيء، لا زالت حتى الآن غزة عبارة عن مصدر، باعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي قال بأننا مر عام كامل على 7 أكتوبر ولم نستطيع حماية مواطنينا. طبعا انتقل إلى مرحلة أخرى، لماذا؟ لأنه يريد أن يصدر أزمته إلى خارج هذه المنطقة. يعني من العقيدة الإسرائيلية هي نقل المعركة إلى أرض الغير. يعني لدينا مثلا نقاط استناد الموجودة على خط الجبهة من جهة الجولان، نقاط، هذه النقاط مهمتها الدفاع لمدة 48 ساعة ريثما تأتي القوات في العمق، ونقل المعركة إلى أرض الغير. هو غزة بداخل فلسطين، بالداخل الإسرائيلي، يريد أن يذهب خارج هذه المنطقة، ذهب إلى الشمال. طبعا تعسر في الشمال، إذا أصبح غزة الشمال، المنطقة الشمالية اللي هي الجنوب اللبناني، الآن ربما طبعا ينتقل إلى الشرق باتجاه الجولان السوري المحتل. إذا بالفعل هذا ما حصل، يعني أيضا هنالك غارات على سوريا على عدة مناطق، بالأمس كان هنالك على حمص وعلى حماة، والآن في تدمر، تم أيضا تدمير أو قصف رادارات في تدمر. يعني هذه الاستراتيجية الإسرائيلية عدة، يعني إشغال ربما عدة محاور، ما الهدف منها الآن؟ طبعا يعني يوم أمس ظهر جليا يعني أنه بدأ باستهداف أهداف استراتيجية ضمن سوريا. عندما يقوم، يعني البعض ربما اعتقد بأنه دمر هذه الرادارات من أجل انطلاق مثلا قواته باتجاه العراق باتجاه إيران لتوجيه ضربة، لا، هو في الواقع غير ذلك. يعني عندما كان يقصف في السابق، يقصف نقطة استناد مثلا موقع عسكري تابع للميليشيات تابع لإيران، يوم أمس حتى لو كان هناك يعني نقطة مشتركة بين إيران وبين النظام السوري، هذه ضربة أيضا لأكبر مركز رادار، لأكبر مركز رادار في المنطقة الوسطى. لماذا؟ يعني هل تخشى إسرائيل الدفاع الجوية في سوريا؟ هي تعلم يعني الدفاع الجوي الموجود، الاس 200 الموجوده والسام 5، هناك كتائب تسمى الكتائب السريه، ربما تعتقد بان هناك اصبح تطوير بهذا النوع من سلاح الدفاع الجوي، من بطاريات الدفاع الجوي، لذلك هي تحسبا لذلك هي تريد ان تقوم مثلا بقصفه. هذا من ناحيه، الناحيه الثانيه المنطقه قريبه من القصير، منطقه شنشار جغرافيا قريبه من منطقه القصير، اذا ربما يكون هناك مثلا نقل سلاح من هنا الى هناك. ايضا هذه المنطقه منطقه الرادار، يعني منطقه رادار وقصفت، يعني إذن هي التي تقوم بكشف الأهداف المتقدمة، أي أجسام غريبة في القبة السماوية. يعني القبة السماوية هي سماء واحدة، سواء في إسرائيل أو في سوريا أو في لبنان، سماء واحدة، لذلك هي يعني تريد أن تقطع الطريق أمام هذا الكشف الراداري. أيضا واتجهت باتجاه السلمية، باتجاه الشرق. لماذا باتجاه السلمية؟ لأن منطقة البادية هي كانت مرتع كبير جدا للميليشيات الإيرانية. ربما يكون هناك بالقرب أي موقع عسكري يكون هناك مستودعات. شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستديو المحلل العسكري والاستراتيجي الدكتور عبد الله الأسعد، أشكرك جزيلا. ومشاهدينا، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، نترككم الآن مع هذه المشاهد من ضاحية جنوبية، وإلى اللقاء.